السلام عليكم. ها طبعا بعد عاصفة ثلجية، احنا بآخر شهر 2 في كندا. المطلوب يكون هذا نهر، المطلوب طبعا، بس زي ما انتم شايفين متجمد، فيش عندنا غير القسم البسيط جدا منه هذا. يمكن التيار كان فيه قوي فهو مش متجمد، لكن الباقي متجمد وجاي فوق الجميد طبقة ثلج. فأحيانا بيكون التيار ماشي تحت الثلج وتحت الجليد، في المي مش طبعا مش كلها متجمدة، لكن الطبقة العلوية فحسب الثقل. إذا إنسان مشى فهو حسب الثقل، فإحنا زي ما إحنا شايفين هون يمكن الناس كان يماشي، أو هي أثار البط اللي شايفينه أنتم هناك. هاي هو البط ما زال قادر إنه على غزال على قيد الحياة. هاي الناحية الثانية من النهر. طبعا هون هناك في تيار زي ما أنتم شايفين نزلة، عشان هيك التيار قوي، عشان هيك المي ما بدها تكسر الجليد. أما هذا هون تحت هذا كله هاي اثار اقدام، كله هذا نهر متجمد تحته الماء. طبعا هاي هي هكذا تبدو كندا في فصل الشتاء، الجليد يبقى حوالي 4 اشهر هكذا تبدو، وهكذا تكون متجمده.